الإمام النووي لا يطلق القول بأنه أشعري إجمالا، إنما أول بعض الصفات والتي لا يحمد على تأويلها، هكذا تعقبه العلماء في ذلك. لكن الأشاعرة لهم سيمة معينة ولهم أصول معينة، ليس معنى أن شخصا ما وقع في تأويل صفة أنه أخذ كل صفات الأشاعرة، عياذا بالله من هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون صفات ربهم الأعلى. والله سائلهم: لماذا أنكرتم آياتي؟ لماذا أولتم آياتي تأويلات باطلة؟ والناس إنما يضلون إذا جهلوا مقدار الله سبحانه وتعالى وعظمته، وإذا ضعف الله عز وجل في قلب الإنسان ضعفت العبودية، وإذا عظم في قلب الإنسان الله سبحانه وتعالى فإن العبودية حينئذ تعظم.